بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا وبناتنا طلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، انتهينا في المحاضرة اللي فاتت من شابتر 2 اللي هو كان بيتناول Purchasing Materials. النهاردة إن شاء الله بنستكمل شابتر 3 Storing and Issuing Materials. Introduction, control under storage and issuance. Internal control procedures, physical control and written control. طبعا عملية الرقابة على عملية التخزين والصرف، الرقابة الداخلية إجراءاتها نوعين من الإجراءات، في إجراءات مادية للرقابة وفي إجراءات كتابية بتتم للرقابة على المواد الداخلية، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. ايه الفرق بين الفيزيكال كنترول إجراءات الرقابة المادية والريتن كنترول اللي هي الدورة المستندية اللي بتتم عن طريقها الانترنال كنترول فور ماتيريال. هنبدأ في الستورج. احنا قلنا عندنا الستورج وعندنا الايشونس. هنبدأ بالستورج. Responsibilities of the storeroom supervisors، مسؤوليات مشرف المخازن. أول هذه المسؤوليات materials ledgers، عندنا أستاذ للمواد. طبعا أستاذ المواد يبقى فيه received والissued والbalance for every kind from materials. Protection of materials، طبعا من ضمن مسؤولياته هو حفظ وحماية هذه المواد. Identification of material and location، تحديد أماكن هذه المواد. وعندي systematic storage in bins, racks or shelves، طبعا التخزين بيكون يا إما في أرفف يا إما في صناديق أو ما شابه ذلك على حسب ال kind of materials. Restriction of entry، عملية الدخول للمخازن بتكون مقيدة. Only authorized personnel permitted، يبقى الأشخاص اللي هم الموظفين فقط هم اللي مسموح لهم بالدخول إلى المخازن. نتكلم على عملية صرف المواد من المخازن. Issuance. Use of all materials must be limited to authorized purpose. طبعا عملية صرف المواد يجب أن تكون محدودة بالأغراض المسموح بها. طبعا الدورة المستندية زي ما احنا شفنا، عندنا الماتيريال ريكويزيشن فورم الشكل بتاع طلب المواد، اوثورايز ايشوينس ده تصريح بالصرف، وبعد كده الماتيريال ليدجر اللي هو استاذ المواد، طبعا بيسجل فيه وفقا للبريبيتشوال انفنتوري ريكورد، نظام المخزون المستمر اللي احنا اتكلمنا عنه اللي بيكون عندي فيه ابديتنج للبالانس افتر ايفري ترانزاكشنز. Material Requisition Journal، القيد بتاع اليومية بتاع المواد. Journalize the Transaction، تسجيل اليومية. وعندي Job Cost Sheet اللي هو بطاقة الأمر. Records Requisition Information، بنسجل فيها Requisition Information. وبعد كده Departmental Overhead Analysis Sheet، بيبقى فيه تحليل للأعباء اللي هي التكاليف الصناعية غير المباشرة على الإدارات والأقسام المختلفة for indirect materials. طبعا ده زي ما احنا اتكلمنا قبل كده بيكون متعلق بال indirect material اللي هي المواد غير المباشرة. Principles of internal control، مبادئ الرقابة الداخلية. عندي sample procedures of storage أو for storage and issuance، عينة لإجراءات الرقابة على عملية التخزين وعملية الصرف. Restricted admittance، زي ما اتفقنا أن الدخول للمخازن بيكون مقيد وغير مصرح غير للموظفين. Maintenance of material ledger card، الاحتفاظ بأستاذ المواد. Identification and storage of material and careful protection، طبعا بيبقى تحديد للمواد المخزنة والاهتمام بحمايتها.
issuance based on written authorization. طبعا عملية الصرف بتكون بناء على ايه؟ على اذن كتابي او تصريح كتابي. periodic check of the material ledger، فحص دوري لأستاذ المواد. involvement of different people in operations، طبعا بيكون في اكتر من شخص مسؤول عن العملية، زي ما قلنا ده بيبقى separation of duties، الفصل بين الوظائف المتعارضة، ما بيكونش فيه شخص واحد مسؤول عن العملية من بدايتها إلى نهايتها، بيبقى فيه التصريح بالعملية يقوم بها شخص، لكن تنفيذ العملية يقوم بها شخص آخر، ما ينفعش الشخص اللي بيصرح بالعملية هو نفسه اللي ينفذ العملية، لأن ده يتعارض مع الـ principle of internal control، مبادئ الإيه؟ الرقابة الداخلية. لو شفنا الـ flow of document issuance of material لعملية صرف المواد، تعالوا نتبعها كده مع بعض. آدي عندي الـ job supervisor prepare material requisition، المسؤول عن الأمر ده بيعمل لي إيه؟ prepares material requisition، طلب المواد. طبعا الماتيريال ريكويزيشن ده بيروح لمين؟ للستور روم، ونسخه ثانيه بتروح في الايه؟ تحتفظ بها في الايه؟ في الفايل. الستور روم بيسجل الماتيريال ريكويزيشن فين؟ في الماتيريال ليدجر كارد، زي ما احنا شايفين كده، في خانه للريسيفد، وفي خانه للايشود، وفي خانه للايه؟ للبالانس. طيب بعد كده بيروح للاكاونتنج ديبارتمنت، ده قسم المحاسبه، في الكوست كليرك اللي هو مسؤول او كاتب التكاليف. بي عندي هنا الماتيريال ريكويزيشن بتروح زي ما شفنا كده للجوب كوست شيت، اللي هي بطاقه تكلفه الايه؟ الامر. طبعا بطاقه تكلفه الامر فيها عناصر التكاليف الثلاثه، اللي هي المانيفاكتشرنج كوست اللي احنا عارفينها، اللي هي الماتيريالز والليبر والاوفر هيد. طبعا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن الماتيريال، زي ما احنا شايفينها كده موجود في الخانه بتاعه الماتيريال. نيجي بقى للجورنال انتري، قيد اليوميه بتاعه الماتيريال. طبعا دي عمليه صرف للمواد، ادي الماتيريال ريكويزيشن جورنال، بيبقى عندي في الدي ار الورك ان بروسيس، اللي هو الانتاج تحت التشغيل، ده من مين؟ ده للدايركت ماتيريال. طيب لو كانت مواد غير مباشره اندايركت، هتروح على حساب اسمه الايه؟ الاوفر هيد مانيفاكتشرنج كنترول. طيب اذا هنا الدي ار في حسابين، الورك ان بروسيس للدايركت ماتيريال، والاوفر هيد للاندايركت، والسي ار في الماتيريالز. طبعا الماتيريال ديكريزد نقصت، يبقى هتكون فين؟ في سي ار. بعد كده الجورنال ده بنعمل له ايه؟ بنعمل له بوست للليدجر. عندي 3 اكونتس، الحساب الاول اللي هو حساب الورك ان بروسيس في الدي ار اهوت، في الديبت للدايركت ماتيريال، والاوفر هيد بالنسبه للاندايركت ماتيريال ايضا في الدي ار، والماتيريال زي ما كانت موجوده هنا في السي ار حطيناها فين؟ في السي ار، والكلام ده موجود في الديبارتمنتال اوفر هيد اناليسيس شيت. طبعا بالنسبه للمانيفاكتشرنج اوفر هيد اللي هي المواد غير مباشره، جبنا ما يخص الامر عن طريق الايه؟ الديبارتمنتال اوفر هيد اناليسيس شيت، بناخد الجزء بتاع الاندايركت ماتيريال. Special Issuing Procedures، إجراءات صرف تبقى خاصة. Bill of Materials، فاتورة شراء المواد. طبعا ممكن نشتري مواد مباشرة، ما بتروحش عندي في الستورج أو في الستور روم، فبنشتري مواد مباشرة، يبقى الـ Bill of Materials فاتورة الشراء. ويبقى عندي حاجة اسمها Return of Material to Store Room، لو احنا صرفنا مواد للمانيفاكتشر للتصنيع More than needed، اكتر من ايه؟ الاحتياجات بتاعتنا، بنعمل لها ايه؟ بنعمل ريتيرن ماتيريال ريبورت، تقرير ارتجاع للايه؟ للمواد. مي ريزلت فروم، ناتج عن ايه؟ ريكويزيشننج اوف اكسس ماتيريالز، طلبنا مواد اكتر من الحاجه، او رونج ويزدرول اوف ماتيريال، او لو كنا طلبنا مواد عن طريق الخطا. ريكوردنج ريتيرن of material to store room، لما بنرجع المواد للستور روم، طبعا ده internal return ترجيع او ارتجاع داخلي.
بيعدل في البين تاج ادجستمنت. طبعا البين تاج ده بيحدد اللي فيه البالانس، فبنعدل البالانس. ريكورد يونتس اند توتال كوست، بنسجل الوحدات المرتجعه وتكلفتها. انتري ان ذا ماتيريال ليدجر كارد، ونسجل في دفتر استاذ المواد. ريتيرن ماتيريال ريبورت تو كوست كلارك، وبنعمل تقرير ارتجاع لكاتب التكاليف. انتري ان ابروبريت جوب كوست شيت، وبتروح في الجوب كوست شيت. انتري ان ذا ريتيرن ماتيريال جورنال، ويتم التسجيل في المواد المرتجعه او يوميه المواد المرتجعه. Return of material to supplier، طبعا ده external return، ارتجاع خارجي. الاول كان ارتجاع داخلي من المانيفاكتشر الى الستور روم، هنا من الستور روم to supplier. Return of material to supplier. Purchasing unit has to send a return shipping order authorizing the return. إدارة المشتريات بترسل الشحنة دي إلى السبلاير. Preparation of debt memorandum، وبنعمل مذكرة مذكرة خصم. Material reserved and on order، الاحتياطي من المواد أو المواد المحجوزة والمواد تحت الطلب. Covering a variety of material processed، طبعا ده لتغطية المواد المتنوعة اللي في التشغيل. On order اللي هي تحت الطلب، و Reserved quantity اللي هي المواد المحجوزة، والفري quantity. Computerized material issuance helps to track the issuance of material، طبعا بتسهل من تتبع عملية صرف المواد. Facilitate up to date inventory records، وبتيسر من تحديث تسجيل في المخزون، بيبقى المخزون updating. Simplifies processing of purchase order، وبتبسط عملية أو إعداد أوامر الشراء. Provides stronger internal control over materials issuance، وبتمدنا بنظام رقابة داخلية قوي لعملية صرف المواد. بكده يبقى انتهينا من شابتر 3 اللي هو كان بيكلمنا بيشرح لنا ال storage and issues material، وان شاء الله نطبق على الكلام ده في problem في section، ونلتقي معكم ان شاء الله في شابتر 4 في المحاضرة القادمة.